اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه برضو من الوسط الرياضي والناس مشغوله قوي بالصفقات والمفاوضات والاهلي جاب مين والنادي الفلاني بيتعامل مع الاهلي كويس والنادي التاني ما بيتعاملش كويس، وهتلاقوا حواديت وكواليس كتيره او اجتهادات كتيره. لكن من ضمن الالفاظ الدارجه اصله في شله الغردقه. ايه شله الغردقه؟ في ناس اصحاب، كل اصدقاء بيطلعوا يتفسحوا مع بعض في اي مكان. ليه لما يلتقي المهندس فرج عامر مع الكابتن محمود الخطيب مع الدكتور حسن مصطفى مع الكابتن حسن حمدي وحتى مع الكابتن احمد حسام ميدو يبقى في كلام اصله شله الغردقه؟ لامتى هيفضل تفكيرنا صغير للدرجه دي؟ نشوف المهندس محمد فرج عامر وهو بيتكلم للاستاذ احمد موسى عن فكره شله الغردقه. ما ينفعش الحلقه دي تخلص غير لما نتكلم على الغردقه وعلى الكابتن حسن مصطفى، كابتن الخطيب، كابتن حسن حمدي وحضرتك والاعلام بيطلق على شله الغردقه. الصوره اللي قدامنا عايز تعلق عليها، الصوره اللي هتشوفها حضرتك علق لنا على هذه الصوره، اتفضل. اول حاجه طبعا دي صوره تلقائيه. طبعا الدكتور حسن مصطفى طبعا راجل طبعا عالمي. كابتن حسن مصطفى طبعا حسن حمدي كابتن حسن سوري انا اسف طبعا الدكتور حسن مصطفى زي ما قلت لسيادتك يعني طبعا اهم شخصيه عربيه وافريقيه في تاريخ الرياضه. طبعا ما فيش حد وصل الى المنصب اللي هو وصل اليه، رئيس اتحاد دولي لكره اليد 6 مرات من ثلاثه بالتزكيه الاخيره دي فطبعا ده حاجه لن تتكرر، اسمه محترم بصراحه. لن تتكرر قمر رياضيه كبيره جدا جدا. وبالمناسبه يعني هو مثلي الاعلى طول عمري بصراحه يعني عشان اقول لك كابتن حسن حمدي طبعا ده استاذ الاساتذه يعني ده هو اللي عمل الطفره في نمو الموارد الرياضيه وعمل طفره عملاقه في الاهرام وعمل طفره عملاقه في النادي الاهلي ودايما انا اقول ان هو احسن رئيس نادي في التاريخ. دايما انا اقول الكابتن حسن حمدي ده عمل كده، وهو راجل منضبط جدا وشخصيه لذيذه جدا. فالواحد طبعا يفتخر يكون كده. طبعا الكابتن محمود الخطيب ده بقى اسطوره طبعا. مش عايزه كلام. راجل قمه في الادب وقمه في الاخلاق وقمه في الالتزام، محترم قليل الكلام، بيحب مصر، بيحب الاهلي. ربنا موفقه بشكل كبير قوي قوي قوي. صحيح. ناجح جدا، طموح جدا، حريص. هو حريص بس زي حريص 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 حلو الحريص وانا بقى العبد لله الغلبان يعني. بس فطبعا انا بتتجمعوا كتير مع بعض؟ مش كتير قوي يعني، مش قوي. كتير قوي بس بنتجمع. مين فيهم حريف ماهر في الصيد؟ والله بص النسب متفاوته. هو كابتن محمود الخطيب مغرم بالصيد قوي قوي قوي. طبعا قفشات الدكتور حسن طبعا جامد قوي. وبعدين الكابتن حسن حمدي يقول لك انا ياما كنت يعني زمان قوي لما كان بيطلع يصطاد كان بيصطاد اكبر سمكه قد فطبعا دلوقتي الحوار لا يخلو من الظرف والكلام اللطيف والكلام اللذيذ. وبعدين حضرتك لما تقعد مع ناس شيك وناس راقيه وناس محترمه هنا بقى اخونا بقى العزيز بقى ايه جمال بيه الجرحي اهو. هنا بقى جمال بيه الجرحي بقى ده شيخ العرب بقى يعني راجل دامس الخلق جدا، محترم جدا، مؤدب، هو اللي بيجمع الحبايب، هو دايما راجل معطاء يعني. ميدو مره انضم لكم او كان معاه هنا بقى ناقص كمان حسام ميدو. بيجي بقى الحاج خميس بقى الغنيمي اخونا العزيز برضه راجل لذيذ جدا جدا جدا. هحكي لك الواقعه. احنا كنا في سوما بي ووصلنا سوما بي، لو جينا وصلنا في سوما بي اتفاجئنا لقينا الباب اتفتح ودخل ميدو راجل لطيف جدا وراح بايس دماغ الكابتن محمود الخطيب وباسه وكده وقال ايه يلا يا جماعه ميدو فتح الباب وباس دماغ الكابتن الخطيب. ايوه حصل وقال له ايه؟ يا اسطوره انا بحبك، الكلام بقى الكلام اللذيذ قوي ده وكلنا طبعا اتفاجئنا. هو برضه عايز اقول لك حاجه يعني ميدو ده شاب لطيف جدا. شاب لطيف وراجل يعني عنده منطق كده. فالمهم قال ايه طب ممكن اتصور؟ يلا تعالوا نتصور معاك. ممكن اتصور احنا طالعين واقفين بره مفيش الا هو
في ثانيه لقينا خمسه وعنده مركب خمسه نطوا من المركب قعدوا قدامنا وراح هو حاطط ايده على كتف الكابتن بيبو لا مش كابتن حسن حمدي حسن حمدي وتصور كده وراح متصورين وطلع دي الصوره دي استنى هي دي بالظبط ايوه هي دي الصوره بص اهو اما انا بعد ما طلع قلت له يا كابتن ما كنتش عارف ان ميدو قريبك يا كابتن قال لي قريبي لا مش قريبي انا اعرفه ده بتقول لمين بقول للكابتن حسن حمدي حسن حمدي قلت له طب يا كابتن ده حاطط ايده على كتف سيادتك وبتاع قال لي لا ده مش قريبي انا احنا بنتصور صوره عاديه المهم خمس دقايق وميدو مشي وبعد 10 دقايق لقينا ميدو جه فكابتن الخطيب قاعد برضه مش عارفين ان هو جاي راح هو عامل كده وراح قاعد على رجله وراح متصور صوره هو كابتن محمود الخطيب محمود الخطيب بعد كده لقينا بقى الدنيا بقى بتتكلم في هذا في هذا اللقاء لكن والله العظيم حاجه فعلا فعلا مهمومين بكل تصرف الشوشره صدقني هي شوشره هو شلة الغردقة دي اتكونت امبارح دي بقى لها 30 سنة ولا 20 سنة أصدقاء أصدقاء ماشي هم عايزين يقولوا أصدقاء بيتبادلوا المصالح لصالح النادي الأهلي خلاص ما هم مش أصدقاء هي المسألة مش كده هو عايز يوصلها لحاجة البهوات اللي النهاردة هم الأذكى الناس كلها اكتشفوا كل المسائل دي واللي بيخطط لهم ويديهم الكلام ده شوشروا فيدي شوية خلاص كل ما يحصل حاجه شوشره فيد شويه طيب الحاج فرج عامر او المهندس فرج عامر ده عمده من عمد اسكندريه بيته مفتوح للجميع يعني انا كنت فتره من فترات ما بروح عشان اتكلم عن حاجه تخص النادي الاهلي ولا بتاع بتلاقي عنده كل اهم رجال الاعمال والشخصيات الادبيه والفنيه والرياضيه ومن ضمنهم ناس زملكاويه طب قول لي لما اللي هو علاقته كده بالنادي الاهلي وشله وبيعمل اللي تطلبه الشله على راسه من فوق امال مين اللي ادالهم اهم لعبتهم في الزمالك؟ الزمالك انا كنت طرف في المفاوضات دي كان المهندس محمود طاهر في بيعمل عمره والزمالك بيتفاوض على طارق حامد وانا بكلم المهندس محمود طاهر برجع ارد على المهندس فرج عامر وكل ما يقول سبعه نقول له حاضر في الاخر خالص قال ثمانيه عشان انا جاي لي ثمانيه فالمهندس محمود طاهر قال لا انا مش هقدر امشي بالطريقه دي كان مين فيهم؟ ايه؟ كان طارق حامد كابتن طارق حامد لا وكل هو الزمالك خد طارق حامد بس؟ وياسر وابراهيم عبد الخالق لا ياسر ابراهيم كان هناك وجي الاهلي لا راح عرم من الزمالك وبعدين خده هو من الزمالك وبعدين جه الاهلي بس الزمالك طلبه طلبه واستردوا اللي عايز اقوله هي دي ده شطاره المهندس فرج عامر انه يقدر ياخد مصلحه ناديه من كل قاعده حتى الصفقه الاخرانيه اللي هي الناس بتقول لك حسام حسن ما هو اللاعب له راي وبدأ من المهندس فرج عامر قاسي المصلحه في الاخر طب ما تشوف خد مين اعراض في الاخر وبياخد اعراض شكلها ايه راجل بيشتغل لصالح فرقته بس ده رجل اعمال الصداقه ليها قيمتها لكن رجل اعمال وبيحترم الناس كلها فاللي عايز يفسرها هو حر مش كل ما تيجي صفقه ما تاخدهاش يبقى لازم وراها سبب خبيث يا عيني يعني انت شله الغردقه ده المصطلح الجديد اللي هيمشي يشفشروا بيه على حاجات قادمه